وأعرب محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عن سعادته بتنظيم مصر للاجتماعات الثانوية لبنك التنمية الإفريقي. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي نجحت في الاستجابة للتحديات العالمية. رغم من التحديات المتزايدة على المستوى العالمي بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسب التضخم وأيضا ارتفاع تكلفة خدمة الدين، فإن مجموعة البنك استجابت لهذه التحديات العديدة من خلال دعمها للدول الإقليمية، وقامت بهذا من خلال التمويل ومن خلال منتجات المعرفة، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي وأيضا الهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الهشة، ومن خلال الإدارة التحوطية المالية فإن البنك تمكن من الحصول على تصنيف تريبل اي، وهذا أمر نادر في هذه الأونة، وذلك من خلال وكالة التصنيف الكبرى، وإنني على يقين من أن هذا البنك سيستمر في قيادته القارية.